شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى حول الشعائر الدينية أولاً. وحول الشعائر الإيمانية ثانياً. وحول الشعائر الفاطمية ثالثاً. والجامع المشترك الذي تنطوي تحته هذه الأنواع الثلاثة هو عنوان شعائر الله، لأن أي شعيرة من الشعائر لها نوع إضافة إلى الله سبحانه وتعالى تعتبر من شعائر الله. نبدأ حديثنا حول الشعائر الدينية بطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو مفهوم الشعائر؟ والسؤال الثاني: ما هو دور الشعائر؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، الشيء الذي ربما يترجح في النظر أن الشعائر الدينية عبارة عن العلامات الحسية التي تقود الإنسان إلى الله
سبحانه وتعالى. العلامات الحسية قضية مهمة جدا، ولعل أهميتها تنبع من النزعة الحسية التي توجد عندنا نحن البشر، الإنسان له نزعة حسية، ويحب أن يتعامل مع الأمور المحسوسة، ولا تحركه كثيراً الأشياء الذهنية والأشياء التجريدية، لعله من هذه القاعدة كان الأنبياء الإلهيون صلوات الله عليهم بشرا، ولم يكونوا ملائكة. وحتى إذا كان القرار أن يكون الملك نبيا، الله تعالى يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. كيف تتعامل مع ملك غائب عنك، لا تشاهده ولا تنظر إليه؟ هذا الملك لا يمكن أن يكون نبيا، ولا يمكن أن يكون مؤثرا. حتى إذا الله تعالى كان يبعث ملكا إلى البشر، لكان ينبغي أو يجب أن يكون في قالب حسي. لعله من هذا المنطلق أيضا كانت العبادات عبادات حسية، مع أنه جوهر العبادة أمر معنوي وهو النية، ولكن العبادات عادة هذا الجوهر الله جعله في قالب حسي. الصلاة قيام وركوع وسجود، الحج طواف ورمي وسعي. ولعله من هذا المنطلق أيضا كانت الشعائر عبارة عن علامات حسية، فالشعائر عبارة كما يبدو عن العلامات الحسية التي تقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو دور العلامات الحسية؟ وبعبارة أخرى، ما هو دور الشعائر؟ الشعائر لها دوران ضمن ما لها من الأدوار. الدور الأول دور الحماية،
والدور الثاني دور الهداية. كيف نحفظ الفرد ونحفظ الجماعة ونحفظ الأمة من خطر الذوبان؟ هذا الخطر، خطر الذوبان، خطر كبير. الفرد يذوب في المجتمع، التجمع يذوب في الأمة، الأمة تذوب في الحضارات العالمية. هذا الخطر خطر جدي وقائم على مر الدهور. الشعائر الحسية لها دور كبير في الحماية من هذا الخطر الكبير. الآن لماذا تجدون في دنيا الغرب تأكيد شديد على النشارات الدينية يجب أن تمحى؟ ولعل هذا الأمر بالنتيجة يعود إلى تخطيط اليهودية العالمية. حجاب يجب أن لا يكون. ليش؟ الحجاب شعيرة من الشعائر الدينية. هذه المرأة التي تعيش في المجتمع الغربي كيف تحفظ إيمانها؟ الحجاب يحفظ إيمانها، المسجد يحفظ إيمانها، الحسينية تحفظ إيمانها، الأذان يحفظ إيمانها، صلاة الجماعة تحفظ إيمانها، الشعائر الحسينية تحفظ إيمانها. إذا المرأة خلعت حجابها وهذه الشعيرة انتهت، هذا معناه أن هذه المرأة انتهت. عادة المرأة اللي تخلع حجابها يعني راحت. البعث في العراق ليش كان يحارب المساجد والحسينيات ويحارب العمام؟ لأنه الفرد الذي يذهب إلى المسجد ويذهب إلى الحسينية هذه تمثل حماية لدينه. أما في يوم من الأيام إذا الفرد انقطع بعد ما ذهب إلى المسجد وما ذهب إلى الحسينية، شوية شوية يذوب وينتهي دينه وإيمانه. ليش البهلوي الأول كان يصر على أن لا تكون هنالك محجبة في إيران؟ ليش كان يصر بأمر أربابه وأسياده أن لا تكون عمامة في إيران؟ ليش هذه المدرسة الفيضية كما نقل لي بعض الكبار في يوم من الأيام كانت مخزناً؟ البقال والعطار كان يضع بضائعه في غرف هذه المدرسة لأنه ما كان فيها ولا طالب واحد، أخلي أو طلب معدودين. هذا البقال كان يجي كما نقل لذاك الشيخ الكبير
ويضع فيه فواكهه، مخزن كان صاير، لأنه ما دامت هذه الشعائر موجودة فالدين موجود. وإذا تمكن نظام أن يقضي عليها قضاء تام، هذا معناه القضاء على الدين. فإذن الشعائر الدينية دورها دور الحماية أولا، ودور الهداية ثانيا. الآخرون كيف نهديهم؟ أنتوا الآن إذا تجردون الأمة من كل هذه الشعائر، كيف تتمكنون أن تهدوا الآخرين؟ هنالك حكم يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد، وهذا الحكم من أشد الأحكام. يقولون الفقهاء إذا واحد يعيش في بلد الكفر ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين، ما يتمكن، الهجرة واجبة عليه. مع أن الهجرة من أشق الأعمال، الهجرة أخت الشهادة، لأن الشهادة واحد تنتهي حياته المستقبلية، والهجرة معناها انتهاء الحياة الماضية. أنتوا هنا عندكم علاقات، عندكم بيت، عندكم أصدقاء، كونتوا كيان خلال 30 عام 40 عام، إذا رحتوا إلى بلد آخر يجب أن تبدأوا من نقطة الصفر. انتهت حياتكم الماضية، يجب أن تبدأوا حياة جديدة. الفقهاء يقولون لا يختص ذلك بالشعائر الواجبة، حتى الشعائر المستحبة. إذا في بلد ما تتمكنون تؤذنون فيه، تجب عليكم الهجرة. إذا بلد لا تتمكنون أن تقيموا صلاة الجماعة فيه، تجب عليكم الهجر. راجعوا كتاب الجهاد. بعض الفقهاء كالشهيد ذكروا ذلك أيضا في شعائر الإيمان. إذا أنتم في بلد لا تتمكنون أن ترفعوا في أذانكم أشهد أن علي ولي الله، ما تتمكنون أن تقوموا بما ينبغي في يوم عاشوراء، شعائر الإيمان ممنوعة في ذلك البلد، تجب عليكم الهجرة من ذلك البلد، كما ذكره الشهيد وذكره بعض الفقهاء. لأنه إذا أشهد أن علي ولي الله ماكو، إذا موكب ماكو، إذا قراية ماكو، شوية شوية الفرد يذوب في ذلك المجتمع وينتهي في ذلك المجتمع. هذا باختصار حول مفهوم الشعائر الدينية ودور الشعائر الدينية. البحث الثاني، الشعائر الإيمانية. نفس الدور الذي تقوم به الشعائر
الدينية في الحفاظ على الإسلام، في الحماية، في الهداية، تقوم به الشعائر الإيمانية بالنسبة إلى الإيمان. الشعائر الدينية تحفظ الدين، والشعائر الإيمانية تحفظ الإيمان. الحماية والهداية. الشعائر الإيمانية مختلفة، هنالك ضمن هذه الشعائر شعائر تحتوي على بعد الإثبات فقط، وهنالك شعائر تحتوي على بعد الإثبات والنفي. الإيمان يتركب من إثبات ونفي، من تولي وتبري. في شعائر الإيمان شعائر تحفظ جانب الإثبات فقط، يعني تحفظ نصف الإيمان، وفي الشعائر الإيمانية شعائر تحفظ بعد الإثبات وبعد النفي. ما يحفظ البعدين أحياناً يحفظ البعدين بشكل غير مباشر، بدلالات بعيدة، وهنالك في الشعائر الإيمانية بعض الشعائر تحفظ البعدين بدلالات واضحة وصريحة وقريبة. الشيء الذي يبدو لنا أن الشعيرة التي تحفظ البعدين بكل قوة وبكل وضوح وبدون أي إبهام وبدون أي مجال للتأويل هي ما نطلق عليه الشعائر الفاطمية. هذه الشعائر تحمي جانب التولي، وتحمي جانب التبري. مو في بعد من الأبعاد، وإنما في جميع الأبعاد. لماذا؟ لأن القضية ترتبط بالجذور، يعني قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه قضية مهمة جدا، وهي تحتوي على البعدين، وكما تدين الخلافة الأموية بشكل مباشر، تدين خلافة الأوائل بشكل غير مباشر، لأنه الخلافة الأموية كانت نتيجة لخلافة الأوائل، ولكن هذه إدانة غير مباشرة. أما الإدانة المباشرة قضية الغدير،
إحدى الشعائر الإيمانية المهمة، وهي تحتوي على بعد التولي، وتحتوي أيضا على بعد التبري، ولكن بشكل غير مباشر. قضية الغدير إدانة غير مباشر، ولكن القضية الفاطمية تمثل إدانة مباشرة لكل الحكومات المنحرفة، ابتداء من حكومة الأوائل وانتهاء إلى حكومة العثمانيين. ولذلك في الواقع إحياء هذه القضية إحياء للإيمان كله، إحياء القضية الفاطمية إحياء للإيمان كله. كم من الأفراد اهتدوا على أثر هذه القضية؟ لأن هذه القضية ما بها تأويل، لا يمكن إنكارها، ما فيها غموض. إذا أوضحت، كان هنالك أحد العلماء يقال له نظام العلماء. هذا العالم ذهب إلى المدينة المنورة، رأى واحد من هاي القضية يمكن قبل حوالي 200 عام أو في هذه الحدود، رأى واحد في المدينة المنورة فقال له في ضمن كلام: لماذا لم تشيع فاطمة صلوات الله عليها؟ ليش ما كان إلها تشيع؟ ليش ما إلها قبر؟ فقال ذلك الرجل: لا، فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما في المدينة المنورة. فقال نظام العلماء: تعرف نافع، نافع أحد القراء المعروفين، كم شخص اشترك في تشييعه؟ فقال: خلق كثير، ولكن كانوا فوق 500 بالضبط، ما أتذكر، ولكن فوق 500 كانوا. قال: فأين قبر نافع؟ قال: في البقيع، واحد من القراء. وما أكثر القراء. فقال له: إذا فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما كما تقول في المدينة المنورة، لماذا أحد من هؤلاء المشيعون ما عرف قبرها؟ وين قبرها؟ لماذا قبرها مجهول؟ أنتوا الآن هذا السؤال إذا تطرحوا على أي واحد، كل واحد قبره معلوم، ولكن بنت النبي الوحيدة قبرها مجهول، ليش؟ شنو جوابها؟ عائشة لها قبر، حفصة لها قبر، زوجات النبي صلى الله عليه وآله لهن قبر، لكن فاطمة صلوات الله عليها ليش قبرها مجهول؟ ما هو الجواب على ذلك؟ فقال: لا أعلم. قال: أنا أعلم، لأن فاطمة صلوات الله عليها أوصت أن تدفن ليلا ولا يحضر أحد
تشيعها إلا جماعة معدودة. قال: وهل تعلم لماذا أوصت أن تدفن ليلا وتدفن سرا؟ قال: لا. فأخذ يشرح له. نظام العلماء بدأ يشرح لذلك الرجل قضايا ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولو هذا خارج المبحث، ولكن أحد المفكرين وهو محامي أيضا، هذا من بلده، ذهب إلى بيروت. في بيروت رأى كتابا، اسم الكتاب أبناء الرسول في كربلاء، كتاب معروف، واحد من علماء السنة كاتب هذا الكتاب. يقول هذا الرجل: قرأت هذا الكتاب في بيروت فذهلت، أبناء النبي صلى الله عليه وآله ماذا جرى لهم في كربلاء؟ هذا أذهله، وكان هذا بداية لتحقيق انتهى به إلى التشيع، والآن هو أحد الكتاب المعروفين الذي يحامي عن مذهب أهل صلوات الله عليهم أجمعين. ذلك الرجل الآخر أيضا معروف، مؤلف مشهور، يذكر في كتابه أنه بداية التحول هذا كان أنه وصل إلي شريط يحتوي على الخطبة الفدكية. الخطبة الفدكية جدا مهمة، وسابقا الأطفال الآباء كانوا يحفظونهم الخطبة الفدكية حفظ، كثير من الخطباء كانوا يحفظون الخطبة الفدكية. مع الأسف هذه الأشياء قلت عندنا، هذا التوجه قل عندنا. الخطبة الفدكية جدا مؤثر، يقول: فهذه الخطبة الفدكية هزتني، وكان هذا بداية التحقيق وإعلان الانتماء إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليه. ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا إحياء هذه القضية. الإحياء يمكن أن ينتظم تحت عنوانين، إلى مفردات كثيرة، ولكن هنالك عنوانان عامان يجمعان هذه المفردات. العنوان الأول: الإحياء الشعائري. الإحياء الشعائري مهم جدا. الإحياء الشعائري كيف يكون؟ يكون بلبس السواد في الأيام الفاطمية، الإحياء الشعائري يكون بتسيير المواكب، المواكب أحد العلماء في إصفهان، هذا جمع الهيئات وجمع المواكب قبل حوالي 14 عام تقريبا، بمناسبة مرور 1400 عام على شهادة الصديقة الكبرى، جمع المواكب.
وتبنى هذه القضية، قضية إحياء الشعائر الفاطمية. تبني وهذا الرجل هو السيد الإمامي رحمة الله عليه، تبنى هذه القضية تبنيا. ومن ذلك اليوم تجدون أن هذا التبني أثر أثر، قال للمواكب أن القضية الفاطمية لا تقل عن قضية عاشوراء. ونحن يجب أن نجعل حرارة القضية الفاطمية كحرارة قضية عاشوراء، أو في الدرجة الثانية، قضية جدا قضية مهمة. هذه القضية واقعا إذا يكون لها تحريك لها أثر كبير جدا. الآن لعله القضية الفاطمية في أصفهان تتلو قضية عاشوراء، لا أقول إنه كان الوحيد في هذا الميدان، ولكنه كان من الرواد في هذا الميدان. الآن أنتم إذا تروحون في أصفهان في الأيام الفاطمية تجدون المجالس والمواكب والحرارة التي لا نجد مثلها في كثير من البلاد، لأنه وجد هنالك متبني أو وجد هنالك متبنون لهذه القضية. ومن الأشياء المنقولة في أحواله رحمة الله عليه أنه توفي في اليوم العاشر من العشرة الثانية من الأيام الفاطمية، الفاطمية الثانية. وآخر صفحة كتبها كان حول الصديقة الطاهرة، وعنوان تلك الصفحة كانت: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هذا عنوان الصفحة الأخيرة التي كتبها. وتوفي في المكتبة التي أسسها وتحمل عنوان الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. رؤية في عالم الرؤيا كما نقل لي، فقالوا له: كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياتك؟ فقال: اللحظات الأخيرة جاءني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم كلهم، وجاءت جدتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقدمت لي وردة، فشممت هذه الوردة وشعرت بلذة لو خيرت بين شمها وبين العودة إلى الحياة لاخترت شمها على العودة إلى الحياة. الآن إن شاء الله إذا رحت إلى أصفهان تجدون تلك الحرارة، الإحياء الشعائر. هذا يحتاج إلى متبني. الإحياء الشعائري يعني واحد يلبس السواد، يعني يهيئ الثياب السوداء لعائلته وأطفاله حتى الطفل الرضيع ويلبسه السواد. الحضور في المجالس التي تقام هذا مهم جدا، نوع من الإحياء. إقامة المجالس في البيوت هذا مهم جدا،
أي واحد يتمكن يقيم. بعض الإخوة في الكويت تبنوا إحياء الشهرين بشكل كامل، بعض الشباب، ونقل لي مؤخرا أن المجالس الفاطمية تبدأ من أول جمادى الأولى في الكويت إلى آخر جمادى الثاني، مجموعة من الشباب الذين لا يملكون شيئا، هذا النوع من الإحياء. هذا الإحياء الشعائري يحتاج إلى تبني. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني الإحياء الثقافي. الإحياء الثقافي مهم جدا. طبعا أكو تداخل فيما بين النوعين، نوع من التداخل، ولكن هما ماهيتان طبيعتان. الإحياء الثقافي يعني كتابة الكتب حول الصديق الكبرى، كل واحد يتمكن يكتب كتاب، هذا النوع من الإحياء، وهذه تكون وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة. السيد كاظم رحمة الله عليه أوصى أن تدفن بعض كتبه معه، وهذه وثيقة إخلاصي لكم. أنا قرأت في كتاب حقيقة جدا مؤلم، في هذا الكتاب يذكر أنه ألف كتاب يجمع هذا الكتاب مجموع الكتب التي ألفت في خلال 1400 عام حول الصديق الكبرى. كم كتاب ألف خلال 1400 عام؟ يعني بالمقدار الذي عثر عليه هذا المؤلف. يقول مجموع الكتب التي ألفت حسب إحصائه 2022 كتاب فقط. فلان شاعر كما قرأت في مكان كتب عن 5000 كتاب، اللي توفي قبل يمكن حوالي مثلا 50 عام، في مكان مكتوب أنه كتب عن 5000 كتاب خلال 50 عام، وحول الصديقة الكبرى اللي هي أفضل الخلق بعد أبيها وبعلها، أو كفو بعلها، يعني ثاني شخصية أو ثالث شخصية في عالم الوجود، يكتب بالمقدار الذي عثر عليه 2022 كتاب. باللغة الفارسية كتب 1047 كتاب، 1047. باللغة العربية كتب 614 كتاب. باللغة الأردية كتب 214 كتاب. ب24 لغة عالمية أخرى غير هذه اللغات الثلاث، ب24 لغة عالمية أخرى بما فيها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الروسية واللغة الإيطالية واللغة الإسبانية واللغة الكردية الأكراد واللغة الهندية حوالي 1 مليار إنسان، واللغة الصينية أكثر من 1 مليار إنسان،
كتب 147 كتاب، يعني بكل لغة كم كتاب معدلا؟ 6 كتب، يعني لمليار صيني معدلا كتب 6 كتب حول الصديقة الكبرى. باللغة الإنجليزية اللي ينطق بها الملايين في العالم كتب معدل 6 كتب فقط. حقيقة هذه مفاجأة. العالم يعرف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ لا يعرف، حقيقة لا يعرف. في إحدى البلاد الغربية هنالك مسجد، مسجد الزهراء صلوات الله عليها. فتاة غربية كل يوم تركب سيارة نقل عام، تجي الموقف أمام هذا المسجد. تقول هذه الفتاة: كل مرة كنت أتوقف عند هذا المكان، ما تعلم هذا المكان شنو وينتمي إلى أي جهة، أشعر بحالة روحية عجيبة، حالة روحية تنتابني مرة مرتين 3 مرات. فد مرة فكرت أروح أشوف هذا المكان شنو. جئت إلى هذا المكان، تقول تلك الفتاة الأجنبية كما كتب في كتاب. سألت: شنو هذا المكان؟ قالوا: مسجد، مسجد الزهراء صلوات الله عليها. من هي الزهراء؟ الزهراء هي بنت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. من هو خاتم الأنبياء؟ هي هذه الأسئلة كانت طريقا لإعلان إسلامها وإيمانها وتشيعها. حقيقة حسب هذا الإحصاء 24 لغة عالمية، اللي هذه اللغات جملة منها هي الحاكمة حتى على بلادنا، يكتب 447 كتاب. سأفرض أنه 200 كتاب مكتوب، أفرض 400 كتاب مكتوب. هل هذا يكفي لتعريف هذه الشخصية للعالم؟ الوالد رحمه الله عندما كان في كربلاء، حقيقة هذه الأشياء يجب أن نفكر فيها، فكر في إصدار مجلة باللغة الإنجليزية قبل 40 عام تقريبا. مال ماكو، متبرع ماكو، متبني ماكو، كل واحد تطرح عليه هذه الفكرة يقول لا. البناء الحضاري يبتني على كلمة نعم، أما إحنا تعودنا كلمة لا، كل واحد يقول لا. بالنتيجة تحقق المشروع بالصعوبات وبالقرض وبمشاكل جمة. العام حفظه الله كان يقول: أنا يوم من الأيام قلت للأخ، يعني الوالد، قلت: من هذه المجلة إلى الآن مثلا نفرض صدر 10 أعداد، وكل عدد نفرض صدر من 500 نسخة، لأن هذا كان منتهى الطاقة.
إذا كانت هذه المجلة صدرت من يوم ميلاد المسيح صلوات الله عليه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، من ذاك اليوم يعني من قبل 2000 عام إلى هذا اليوم كانت مستمرة هاي المجلة، مجموع الأعداد مال هاي 2000 عام، هسه أنتوا غيروا المثال قولوا إذا هاي المجلة من الآن تطبع إلى 2000 عام بعد وتجمعون مجموع الأعداد، مجموع العدد لا يكون ولا يصل إلى درجة مجلة شهرية غربية واحدة، مجلة معروفة يطبع منها في كل شهر 30 مليون، موجودة المجلة ومعروفة ويطبع على غلافها أنه طبع من هذا العدد 30 مليون، يعني بمعدل 1 مليون في اليوم الواحد. هاي مجلة واحدة، أحد العلماء قال لي، أنا بعدين لاحظت أيضا أن جوهر هذه المجلة الترويج لقيم الحضارة الغربية، يعني إحنا عندنا قيمة الحجاب وعندنا قيمة اللاحجاب، لكن على نحو السم الذي يوضع في العسل، يعني واحد اللي يقرأ هذه المجلة يعيش الذهنية الغربية. الآن أولادنا يعيشون الذهنية الغربية، المنطق اللي نفكر فيه هو المنطق الغربي، الثقافة اللي عندنا هي الثقافة الغربية، الماكنة الثقافية الغربية دا تعمل بكل قوة، وإحنا مجموع ما كتبناه لمليار من البشر في الهند فيما نعلم معدلاً 6 كتب، لابد كل كتاب 1000 نسخة يعني 6000، معدل ما كتبناه لمليار ويمكن 200 مليون بشر يعيشوا في الصين، وهنالك نظرية أن الحضارة الحاكمة القادمة هي الحضارة الصينية، بعض العلماء يرون أن هذه الحضارة الحاكمة تنتهي وتخلفها الحضارة الصينية، بس هذا تنبؤ والله أعلم. هذه الأمة اللي يشكلون سدس البشر تقريبا كتبنا لهم معدلا 6 كتب أو 10 كتب، أكفت كتاب عنوانه نكون أو لا نكون، إحنا في هذا الخضم نكون أو لا نكون، هذه حرب حياة وموت، حرب وجود لا حرب حدود كما يقولون. عود إحنا نفرح إذا كتبنا كتاب في 1000 نسخة ونتصور أننا فتحنا خيبر، هذه القطرات مهمة وهذه القطرات مؤثرة، ولكن يجب أن نعلم أنها قطرة في بحر، ولكن يجب أن نبدأ إحنا الشيء اللي نتمكن عليه، وبالنتيجة نتمكن، أنتم ما تتمكنون أن تقضوا على ظلام العالم لكن تتمكنوا أن تشعلوا شمعة، هاي الشمعة الآن الظلام يحيط بالعالم كله، ولكن ظلام العالم كله ما استطاع أن يهزم نور هذه الشمعة، هاي الغرفة الآن مضيئة والظلام يعم الكون كله مثلا، يعني الكون اللي نشاهده،
السيد الإمامي في إصفهان رحمة الله عليه أوجد جريان، أوجد تيار، وهو فرد. فلان عالم في بلد آخر أوجد تيار وهو فرد بطاقات فردية. بالنتيجة إذا كل واحد منا اهتم بذلك، بالتحريض والتشويق والترغيب والحث، على قول القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين، التحريض. بالنتيجة هذه القطرات تجتمع وتكون شيئا مذكورا. العمل الثقافي يعني الكتاب، العمل الثقافي يعني طبع الكتاب. واحد مو مؤلف يأخذ إحدى الكتب ويطبع منها 1000 نسخة ويوزعها. العمل الثقافي يعني شريط، انتوا اطرحوا حوارا في شريط، اخذوا شريط سجلوا حوار فيه انشروا هذا الشريط. ما تتمكنون من هذا العمل، اخذوا احدى الاشرطة المفيدة اطبعوا منها 10,000 وانشروها، هذا عمل ثقافي. وربما الله تعالى يجعل في هذه تأثيرا عظيما، العمل الثقافي والعمل الشعائري. هذان الشهران، شهر جمادى الأولى والثانية، ينبغي أن نجعلهما للعمل الشعائري والعمل الثقافي حول الصديقة الكبرى. إن شاء الله تنالنا شفاعتها في يوم القيامة. ابن المحدث القمي، هاي قضية عجيبة، يقول: سألت أبي، يعني المحدث القمي صاحب مفاتيح الجنان، ليش كتابك مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى؟ حقيقة من الذين يغبطون دائما المحدث القمي على كتابه، حتى بعض العلماء نقل لي أحد مراجع التقليد بالواسطة، طبعا نقل لي من نقل عن اللي أنا في يوم من الأيام فكرت أن أترك شغلي، كنت في حرم من الأعتاب، شفت الناس مأخذين مفاتيح الجنان دا يقروا، هذا كل ثوابه يروح إلى المحدث القمي، أنا شنو مشغول؟ ففكرت أن أترك ذلك العمل اللي أنا كنت فيه. يعني هذا المدى اللي يغبط عليه، حتى مرجع يغبطه عليه ويفكر في أن يترك عمله ويذهب إلى ذلك الخط، هذا التوفيق عظيم في الواقع. يقول: سألته لماذا مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى؟ يمكن أن تكون عوامل، ولكن طبق هذه القضية المحدث القمي كان يعتقد أن العامل هو هذا العامل. قال: فقال أبي: لأنني ربطت كتابي بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وأهديت ثواب كتابي لها. هذا هو عامل هذا المدى الذي أخذه هذا الكتاب. إن شاء الله هذه الأعمال التي تقومون بها، هذه الأعمال التي نأمل أن نوفق لها، إن شاء الله تأخذ مداها، وإن شاء الله الله يجعل فيها الخير والبركة والتأثير، وتكون وسيلة من وسائل الشفاعة عند النبي وآله في يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت أفهم بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل
بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.